السلام عليكم، دكتور محمد ربيع، اختصاص بورد عربي للأشعة التشخيصية، حاليا مدير مركز ملائكة الرحمة اللي استلمناه بالفترة الأخيرة. قمنا بتجديده بالكامل من ناحية الأجهزة من الألف للياء بصورة عامة. خلينا نقول طبعا كتعامل ويا شركة السائدة بدأ تقريبا قبل سبع سنوات وفتشي قريب من هذا الرقم. إذا نحكي عن أجهزة السونار بالذات، أكثر جهاز حبيته بالنسبة لهم هو الـ HS40 اللي أكثر شيء استخدمته خلال الثلاث سنوات الماضية كجهاز، ومستمر وياي وما زال لحد الآن دا أستخدمه. كجهاز هو ميدرينج، يعتبر بالنسبة للسائدة، بس هو كجهاز كلش كفو من ناحية الشغل، من ناحية الديورابولتي نحن نسميها وطريقة الفحص مع المرضى. بصورة عامة كاستخدامات نحن نستخدمه لغالبية الفحوصات اللي نحتاجها كأمور تشخيصية، من ناحية الفحوصات البطن بصورة عامة بكل تفاصيلها، طبعا الفحص العام والفحوصات، بعض الفحوصات التخصصية أيضا نستخدمها بفحص الثدي، فحص الغدد، فحص المفاصل أيضا نقدر نستخدمها في فحص الأعصاب حسب البروبات الموجودة عندنا والإمكانيات البي نقدر نستخدمها في كثير أمور. حتى في غالبية الأحيان احنا نستخدمها في أخذ الخزع من القسم من الأورام، نستخدمها في سحب السوائل في مكانات معينة اللي يحتاجون سحب بالتحت، يعني شي يسموه under ultrasound guide. ما واجهتنا به أي مشكلة في أي باب من هذه الأبواب اللي ذكرناها سابقا، مثل ما يعني أنا صراحة شفته مقارنة بكثير من الأجهزة، هذه من أكثر الأجهزة اللي ارتحت به من ناحية التعامل، من ناحية التشخيص، دقة التشخيص كلش فرقت عندنا ويا هذا الجهاز. يعني صراحة أنا كجهاز باقي عندي صار له 3 سنوات وما زلت يعني كلش أحبه، كلش معتمد عليه، ما مفكر يعني أنه أسوي له في التبديل أو كذا. صحيح هو أكو أجهزة يعني خلينا نقول أفضل من عنده، بس كديلي يوز اللي أنا إذا أستخدمه أشوفه يعني كلش ريكومندد، هو كجهاز كافي sufficient.